السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية لبرنامج الحاج وعد الله من سؤال بري واتصالات الوهابية وأخلاق الوهابية بالإضافة إلى الاتصالات. طبعا بهذا الفيديو إن شاء الله راح نستعرض نموذج من اتصالات الوهابية. طبعا أنا اللي استغرب مرات يعني يأتيك وهابي، يجي وهابي يغلط يسب يشتم، ممكن أنه تتقبل أنه رجل، ممكن ترده تسبه تلعنه تشتمه، لكن هذه المره دخلت وهابيه، وهابيه من دون ادب من دون اخلاق. راح تستمعون، انتم ارحامكم نجسه، انتم سب شتم لعن ارحام الحاج وعد اللامي، ارحام السيد ميثم، ارحام الشيعة، ارحام شيخ احمد الامامي بطريقه لا تفهم. لماذا؟ والله لان اني انتم تتكلمون بعرض عائشه، انتم تتكلم. لم تفهم اولا، لم تفهم النقاش، ولم تفهم الحوار اصلا، ولم تفهم الزام السيد ميثم والحاج وعد واسرة برنامج السؤال البريء والسؤال الموجه. السؤال الموجه آية التطهير والعصمة، ما دخل عائشة وعرض عائشة، ما دخل عرض الرسول، ما دخل انه انتم عقولكم نجسة، انتم عقولكم وارحامكم نجسة، انتم سب لعن شتم. اقول لماذا هذه الاخلاق المتدنية؟ لماذا هذا الطرح المتدني؟ خلينا نستمع لهذه المتداخلة التي دخلت على علياء وتقول لها لماذا تتكلمين بأدب واحترام، مع أنه علياء أيضا هي ناصبية، لكن هذه تعددها بشكل جدا كبير وبأخلاق جدا كبيرة، ولا نقول علياء مثل أخلاقها، لكن اللي أريد أبينه أنه دخلت تقول أنه أنتم كفرة، أنتم سبلة عن شتم، ما أعرف شنو. اللي أريد أعاقب عليه أيضا بعدها إن شاء الله، بعد ما راح نستمع للاتصال، إلى تبريرات علياء التي رفضت نعم مداخلتها، لكن تكلمت ببعض الكلمات اللي أريد أعقب عليها. خلينا نستمع مع هذه الأخلاق وكيف عقبت علياء بهذا الخصوص، وبعدها نرجع بالتعقيب العام والشامل. فخليكم على الفيديو. دكتور معلش، أنا كلمتي بس هي كلمتين حابة أقولها وأنزل. طبعاً أنا هنا كان وجود هنا هي عتابا على أخت علياء. يا أخت علياء، نحن أهل السنة، وأقولها بملء الفم، ما نحن مستعدين نبرر، شوفي نبرر لهم ها طهارة زوجات الرسول وأصحاب الرسول. أحسنتي أحسنتي، بارك الله فيك. إحنا مش مبررين لهم، لأنهم هم من أرحام نجسة، فأنت تجي تبرري مين؟ الأرحام الطاهرة، مين الصحابة، مين أخذنا أخذنا مين من أخذنا تفاهم خطأ، مين الأرحام النجسة أخذنا يا أختي الكريمة. لما يجوا يتكلموا عن شرف عرض رسول الله، أختي أتمنى منهم حاجة واحدة، أختي أن يبرروا شرف زوجاتهم وبناتهم. أختي على جمال لحظة، أبو كريم أبو كريم أختي، يحال فيه عرض رسول الله. أختي اتفاهم خطأ، اتفاهم يعني ما أقعد ساعة دقيقة واحدة عندك وانت قاعدة تسمعين. دقيقة على شنو؟ دقيقة على أي تهريج؟ أنت فاهمة الكلام؟ أنت شنو موضوعك؟ أنت عندك عقل؟ انت فاهم الكلام؟ الصحابه اللي طعنوا في عرض رسول الله، مو احنا اللي جاينا، احنا جايين برا. انت فاهم الموضوع خطا، اهدي شويه الكلام وتكلمي. اختي يا اختي اعطينا مجال، خليها فاهمك اختي. علياء علياء لازم يجاوبها حق الرجل. علياء زوجتك وبناتك بعدين تتكلموا في عرض رسول الله. اختي اختي انت فاهمه خطا، ولك مو هالشكل بابا، مو هالشكل الكلام. المتحدثون يتكلمون في عرض رسول الله، هذا واحد من هذا حاج وعد علي علي. العتب كله العتب على يا اختي، اتفاهم خطأ فاهمة. اسمعي شفيك انت فاهمة خطأ، ما اسمع فاهمة خطأ، انت فاهمة خطأ، فاهمة خطأ، فاهمة خطأ، فاهمة خطأ. الله اكبر يا ربي، بابا فاهمه خطا، انت فاهمه خطا يا ظالمه يا ظالمه. لعنة الله على من يتهم عائشه بالزنا، لعنة الله على. قولي معي امين. تعالي حجي وعد، خليني يعني والله عيب، يعني هي فاهمه الموضوع خطا. احنا فاتحين البرنامج بالعكس للمدافعه، احنا دا نقول هذا الكلام ما يصير. ايش فيك انت جاي طر المضيف وجاي يعني عيب؟ لا هذا ما الفاتحين البث للمدافعة، هاي لها تفصيل آخر يعني. هاي والله يا دكتور ما نقبل هذا الكلام يا دكتورنا الحبيب يا أخواني. موضوع آخر من فضلك، خلينا أرد لو سمحت. دكتور عمر لحظة دكتور عمر يا أخوان، هاي الأخت اللي دخلت الله يستر عليها وعلى عرضها، ما فاهم القضية.
احنا حوار علمي، انت هي لو متابعة البث مثل الاخت عليا، احنا لا نطعن بالاعراس، انا مستحيل اخوض في هذه المواضيع، لكن موضوع علمي، آية نزلت قبل آية، نتكلم في موضوع طبعت فيه كتب، هذا ما هو عيب تقول ما اجلس. طب ليش الطبعينه عندكم بالسعودية؟ لا ما هو عيب، ولكن الإنسان ما يشري يقتطع النصوص من سياقها، وكلام الله سبحانه وتعالى على كلام ابن عباس وغير ابن عباس رضي الله عنه. فضل كمل مداخلتك، هذا كلام هادئ وعلمي يا أخت نور، أنت جايتنا مع الصبع علينا ما مفتهم الموضوع. اي حقها ما يخالف حقها يا عم، يا حقها منو طعن بالعرض؟ بالله عليك دكتور عمر، أنا طعنت بالعرض ولا دافعت؟ بالله عليك برب العالمين عليك. حجي حجي انت ما طعنت ولكن غيرك طعن. انا شو دخلي بغيري؟ يعني ايه جاي يعني بالبرنامج؟ هنا بالبرنامج احنا طعننا وين يعني؟ وين بالبرنامج؟ دلينا احنا بالبرنامج طعننا وين؟ لا والله انت تجاوز، انت استاذ واحد مكتب ما تجاوز، بس غيرك تجاوز. هذا هذا اللي هذا وهذا اللي يقول يقول دلس بالقران، اريد اعرف وين دلسنا بالقران؟ وين بالله دلسنا بالقران يا ايه؟ دور عمر دكتور عمر يا ناس، عمر تفضل يا عمر رضي الله عن عمر. هو انا اقول عمر انت جميل يا رب العالمين. ثلاثه بالنسبه للاخت اللي دخلت، أنا أطلب الآن بعد إذن أبو باقر وسيد ميثم والأخ ربيع الفاضل والأخ الفاضل قعقع، أريد أعطي الميكروفون للأخت الفاضلة اللي حقيقة احترمها، الأخت علياء. يا أخت علياء أريد منك أن تشهدي شهادة حق. أنا ما لي علاقة بالذين يكتبون على الشاشة وكذا، لأن هؤلاء المشرفون هم الذين يتدبرون الأمر. هل رأيت يوم من الأيام سيد ميثم أحمد الإمامي أنا شيخ أسد نطعن بأعراض الناس حتى نتهم بهذه التهمة؟ وقامت هذه ما أعرف شو اسمها الأخت الكريمة اللي شبعتنا أنجاز، يعني أخت تخرج على الميكروفون وعندي كنترول أقدر أقطعها وتقول للأخت علياء لماذا تتكلمين؟ هذو أولاء بذرتهم نجسة ورحمهم نجس وما أعرف إيش، هذا الكلام ما يصح يا أختنا يا علياء. أرجو أن تبلغ الأخت، وإذا هي تسمعني أقولها أختي اتفهمتي خطأ واتهمتينا أنجاس وأعراضكم أنجاس وزوجتك وبنتك وأمك. طب شلون راح بس أريد أفهم كيف نقدم صورة إعلامية طيبة إذا أنت تفضلي أختنا. شوف يا أستاذ وعد، الله يعلم أني أنا ما حبيت أسلوبها في الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. أنت تعرف أسلوبي، يمكن أنا سنة أدخل سواء بثك أو بث غيرك ونختلف ونتجادل، لكن الأعراض أنا ما أتقرب لها تمام. لكن الأخت قصدها أن في بعض الناس ليس أنتم اللي هم أرباب البرنامج غير متداخلين يسيئون وفي التكس وفي التعليقات. طبعا أنا شو دخلي يا أخت علياء؟ يعني هم أصحاب البرنامج الآن هو الجمهور، لكن قبل اللي يشرفون على البرنامج وعد اللامي، أحمد الإمامي، ميثم الموسوي، أبو كريم، والأخوة يشترون، احنا ما صدر منا شيء، الله وكيلك والله ظلم. استاذ وعد حصل حقيقة، لا يا استاذ وعد سأخبرك بحادثة حصلت حقيقة في امريكا، انه كان في جماعة في جامعة امريكية وصار بينهم خلاف وتدخل الامن وكانت راح تصير مذبحة، فاخذهم الامن قالوا شنو سبب الخلاف؟ قال والله يتعاركون على ناس ذهبوا من 1000 سنة يعني السنة وشيعة، فأخذوهم على مصح عقلي. يا جماعة الخير احنا نختلف، لا في بيننا يعني اختلافات لكن ليست خلاف يا جماعة. ادري اخذوهم هم بس اذا افتم ذولا بامريكا. لا لحظة علياء اقول كلمة يا استاذ علياء، انا بس ثانية بس ثواني، طلبتش ثانية. هذول اللي اخذوهم امريكا اخذوهم هم والبخاري لو بدون البخاري كمل. لا يا أستاذ وعد إحنا نتكلم جد، يعني بالله لما يدخلون نصارى
أو ملحدين يشوفون إحنا شلون عقليتنا هيك، شلون عقل نتباحث نبحث عن الحقيقة ما فيها شيء، لكن إنه توصل للشتايم ولا هذا، هذا مو أخلاق لا آل البيت ولا الصحابة ولا الله يقدر. طب ليش يطبعوها يا أخت علياء؟ ليش يطبعون هذا؟ ما راح يكون مجلس علم. أدري ليش يطبعون هذا علياء؟ علياء بالله عليك والله أريد يوم تنصفين، نصفيني نصفيني نصريني ضد أحمد الإمامي وميثم الموسوي، لأن ذولا من ينتهي البرنامج يخابروني نصفيني. ليش هم هذول يسووا أسود وذهبي وجوزي ويطبعون هذا وأولادي وأولادك؟ ماذا التدام الزوج الله يحفظ أولادك، أولادي وأولادك يقرؤون هذا الكلام ويستمر جيل آخر. ليش ما نقطع هذا الكلام وما نطبع هذه الكتب المسمومة؟ هذه كتب مسمومة. الآن إذا إحنا كلام الأخت أنه إحنا ننشر، إحنا مجرد أن نقرأ، إذا هذا الذي نقرأه السم، لماذا تطبعون السم؟ أريد أن أسألك. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم يا أستاذ وعر. أستاذ وعر، السنة النبوية كلها مجموعة. طيب أنا أريدني أن أستاذ وعر. سم قول. لما الوقت تخلص كلامه ان شاء الله ان شاء الله. بس انا اخواني اذا هذا السم انا نسميت، يعني انا مسمم شو اسوي؟ انا قرات الكلام في البخاري والان انا عندي سم داخل، هذا سممني. هذا استاذ وعد، بعد اذن حضرتك يا استاذ. خلي تكمل الاخت يا استاذ. الكتب يا استاذ وعد، احنا كلنا كلنا. السلام عليكم استاذ وعد. استنى يا عم، استنى استاذ المدات. حتى ثقافة احترام الحوار مي موجودة عندنا. والله اننا امة ما راح نرتقي بحياتنا، لا سنة وشيعة. ما تشوف الله مطير حظنا سنة وشيعة. ان شاء الله بالتعاون. اخت علياء بالتعاون. التعليقات بتشوف المستوى المتدني. اخت علياء والله يا اخت علياء، احنا هنا في اوروبا يعني في بريطانيا والله نتحاور، يعني احنا كجامعيين في الجامعه يعني نلعب مال الستاف، نلعب كره ونلعب ما اعرف ايش، يعني اكو اوقات خاصه للاساتذه والى اخره، نلعب كره مثلا نتحاور. والله ما فد يوم واحد قال لي كلمه ونضحك وكذا ونختلف. انت اذا فقدنا الامل، بس سمعين هذه الكلمه، اذا فقدنا الامل بك بتخليني احكي، اذا فقدنا الامل بك وبغيرك فعلا نقول امه انتهت. لكن الامه معطاء، منها سيد ميثم هادي، من احمد الامامي هادئ، منها مثلا ابو كريم هادئ، منها انت هادئ، احترام بيناتنا. الاخ ربيع انا يوصلوا لي علي يقولوا لي انه الاخ ربيع شتام وما اعرف ايش، لكن انا اشوفه الان يتكلم معي بهدوء. اذا وصلنا الى درجه الاحترام يعني نبقى. يا استاذ وعد بعد اذنك تسمعني، يعني ما تسميش كده ومش عايز تسمع مني. تفضل. بالنسبة للسبب أستاذ وعد، طالما ما يتكلم الأخ ربيع دقيقة 10 ثواني. هي البارحة نفسها الأخت الكريمة، أنا أحترمها كثيرا الأخت عليها وهي تعرف كل الزين، الآن يقولوا لي هي موجودة في بثوث يسب فيها كربلاء والنجف. ما هي أختنا الفاضلة لما نوجه هذا الكلام إلى هؤلاء الكلاب الذين يشتمون كربلاء أمثال هذا الوزن اللي كنت معه البارحة بالبيت؟ على العموم أنا أحترمك كثيرا، اتمنى توجهين هذا كلامك مو للشيعة، توجهين لهذا الوزغ الذي شتم كربلاء والنجف. اتمنى اختي العزيزه. تفضل اخي ربيع. حياكم الله من جديد. مثل ما سمعتوا طبعا اكو كلمه قالها الشيخ احمد الامامي، قال انه علياء موجوده في بث وليد اسماعيل الذي يسب النجف ويسب كربلاء سب من دون ادب ومن دون احترام. وسبق وان قالت اخت مستبصره من كردستان إذا تعرفونها أو تذكرونها ناوين، أكدت أنه علياء تسب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فهذه المتصلة ب
بالنسبة لي أهون من هذه التي تدعي أنها أدب وأخلاق واحترام. فهي نعم نأخذ على الظاهر رفضت هذه المداخلة، لكن مع ذلك هي حاولت أن تذهب إلى منحنى آخر وتذكر قصة غريبة عجيبة، وهي أنه في أمريكا ذهبوا طلاب تعاركوا مع بعض فسألوهم ليش، قال لهم صار لهم 1400 سنة. الناس تضحك، أنت أولا جاي تتدخلين بأمور صار لها 1400 سنة وتتدخلين وتناقشين وتحاورين وتفتحين هذه المواضيع، هذه أولا، والبرنامج هو لمواضيع صار لها 1400 سنة هذه ثانيا. ثالثا أنا أريد أسأل سؤال، اليوم أنا أطرح وجهة نظري بالعلم وبالاحترام وبطريقة علمية أكاديمية، لما يجي شخص يهددني يتعارك وياي يسبني يلعني يشتمني على موضوع صار لألف وأربعين سنة، هنا سؤال للعاقل، يا أيها الشخص العاقل اللوم علي أني واللوم عليه هو؟ يعني هو ما يتحمل إن شخص يتكلم بأدب واحترام لأمور صار لألف وأربعين سنة؟ أنا مشكلتي شنو؟ المشكلة بالذي يحتدي وليس المشكلة بالذي يبين بالأدب وبالأخلاق وبالاحترام وبطريقة علمية وطريقة أكاديمية. المشكلة بذاك الشخص الذي يتهجم والذي تتبادر منه أمور إرهابية، تتبين أنه داخل كومة من الإرهابيين ويريد أن يفجر ويريد أن يظهر هذا الوجه الإرهابي للعلن ويفجر. فاليوم مثلا اليوم في كربلاء في النجف تقام دورات علمية مثلا أو ندوات علمية تبين مثلا بعض الأمور التاريخية اللي صار لها 1400 سنة. المشكلة بهذا الشخص اللي يقيم هذه الندوة العلمية الأكاديمية، والمشكلة بهذا الذي يدعو إلى تفجير من يتكلم بهذه الأمور. نعم هم اثنينهم السبب صار لألف وأربعمائة سنة أو الأمر الأساسي صار لألف وأربعمائة سنة، لكن المشكلة بالشخص الذي يفجر والذي يسب والذي يلعن والذي يطعن والذي وليس المشكلة بالذي يفتح الأمور بطريقة علمية. فتقول نحن ليس لدينا خلينا نقول ليس لدينا وجهة نظر، ولن نتقدم ولن أولا تكلمي عن نفسك ولا تتكلمي على مثلا برنامج سؤال بري، برنامج يتكلم بأدب واحترام، فشنو دخل انه احنا ما عندنا خلينا نقول تطور وتقبل للطرف الاخر؟ بالعكس برنامج الحاج وعد الله من اكثر البرامج الذي يتيح الفرصة للطرف الاخر، فشنو دخل هذا الاسقاط انه كل البرامج ونحن لا نمتلك لغات حوار؟ بالعكس برنامج الحاج وعد الله يمتلك لغات حوار، ولكن المشكلة بالذي يدخل ويطعن ويسب ويلعن وأنت الذي تبررين له، المشكلة به وليس بالبرنامج. هذا هو فيديو اليوم، هذا هو ملخص اليوم، حبيت أن نبين أخلاق الوهابية وخلينا نقول تعقيبات عليا وأيضا تصرفات الحاج وعد الله الأخلاقية التي دائما ما يتبناها. هذا هو فيديو اليوم، انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.